السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل سوق الخميس بمحافظة أسوان. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ تمام، اخبارك؟ عرض لنا ايه النهارده كبير؟ شوية كرفان نعاج والده. ماشي، ورينا كده اول حاجة كده. ايه معانا الاولانية دي؟ الرميس ذاتي من يوم. خروف دي؟ ايوه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا حاج. 1250. ايوه. ده كاسر كام كبير؟ ولا حاجة. لبان يا؟ ايوه ده 1250. 1250 هنا على الجوال ده ما شاء الله. وده ايه ده الثاني ده؟ دي رميسه. لا الاولاني ده. ده خروف. برضه خروف من يوم. خروف؟ عامل كام ده؟ 1250 برضه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النعجه دي والده ايه سنها؟ النعجه ده غالي؟ صاد على الاول يعني معها، نقول يعني معها فرادي لبس. صاد على الاول؟ بسم الله ما شاء الله. معها ايه بقى؟ ذكر وانتايا. ذكر وانتايا. ده انتايا وده ذكر. بسم الله ما شاء الله. ايه سعرها دي يا باشا؟ ورينا ولدها الثاني كده. ب2000. بسم الله ما شاء الله. ذكر وانت ومعاه الخناصر بتقول؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عامله 2000 بعيالها الاثنين. 2010 و10 كام ما تعرفش؟ يعني من 4 5 شهور. ما شاء الله حق. ايه معانا ثاني كبير؟ دي رميسه اللي جوه دي. فريه كده المشاهده غالب على اذنك. بسم الله ما شاء الله. ايه سنها دي؟ لبانه برضه؟ لبانه. عامله كام ده غالي؟ دي عامله 13. 1300 يعني. بسم الله ما شاء الله. ايه تاني معانا غالي؟ دي رميسه. خروف. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كام الرميسه السوداء دي الاول؟ ده كمان خروف. بسم الله ما شاء الله. الرميسه السوداء دي كام؟ ثلاثة مع بعضهم، حبل واحد الثلاثة دول، يعني رمستين وخروف. رمستين وخروف ب23. ب23، يعني 2300. بسم الله ما شاء الله. إيه تاني معانا غالي؟ معانا النعجة دي والدة. النعجة دي والدة؟ 10. إيه سنها دي؟ لا سنها سادة. سنها سادة. 10 كام طيب؟ يا أحمد. يعني أنت تبدأ عمرك؟ أسبوع تولد، يعني على مواليد؟ على مواليد. ما شاء الله حي، بسم الله ما شاء الله. في حي تاني معاك؟ بسم الله ما شاء الله. دي رميسة صغيرة دي. بسم الله ما شاء الله. طب اسم الكريمة غالي؟ أحمد منصور. طب رقم التليفون لحد حاب يتواصل معاك؟ رقم التليفون 011 5020 5449. وقول تاني معلش حق احمد. 011 5020 5449. ماشي يا حاج، متشكرين خالص يا باشا. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، وعيد مبارك عليكم يا رب ان شاء الله. عايزين نصور احنا كمان الخروفين دول يا غالي. السلام عليكم. شوف الراجل ده كده يا حاج، عايزين نصور الخروفين دول. عاملين كام دول؟ مش معاك؟ ماشي. هم انا شايفهم دول من شويه عليهم 36.5 وطالب العرق. كام حق عليهم الخروفين دول؟ 36.5. مطلوب فيهم عرق ولا ده بيع وشراء؟ لا مطلوب فيهم عرق. انا مطلوب العرق؟ طب ورينا الخروفين ده كده المشاهد، خليه يشوفهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. يعني كام وكام يا حاج؟ خلي اتفرج السنة. كام وكام يعني؟ 19 على 19 الواحد؟ خلي اتفرج على الطرف. ماشي. ايوه لف كده الخروف للمشاهد خليه يتفرج. ما شاء الله. بس دول ما لحقوش الضحية يا حاج. يلحقوا يا حاج. يلحقوا الضحية؟ لا يا راي ما لحقوش يا راي. كام سنهم هو؟ كام شهر دول؟ على سنة يعني كل واحد سنة. كل واحد سنة؟ يعني مش 7-8 شهور دول؟ لا ده بتاع 7-8. طب سيب رقمك للمشاهد لو حد حابب يتواصل معاك. تمام. 012 8 3-3 6-6 7-3-5 7-3-5. اسم الكريم عبد الصبور. حق عبد الصبور لو حد عايز يتواصل معاه الخروفين دول يا جماعة. كل سنة طيبة حق عبد الصبور. شوف البيع والشراء هنا. خش اتفرج يا حاج، خش نصور. دول يا جماعه اللي عرضناهم لكم دلوقتي
خرفان على رميس على نعاج على بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.